هي الفتاة ديت لو في الفترة اللي قبل ما توصل 18 حملت وجابت عيل، العيل ده مصيره ايه؟ هينسب طبعا لابوه. ما هنا بقى القانون فرق في حالة الطلاق او النسب يعتد بالعقد العرفي. يعني وهي اقل من 18؟ وهي اقل من 18. طب ما هو كده حلاوة يعني، ما كده سهلة. ما هو دلوقتي انا متجوزها واول ما تولد هروح اسجل الواد واسجل العقد غصبا عن الحكومة. هيسجل الولد والولد هيبقى ليه كل الحقوق. بس انا اقول لحضرتك على حاجه، ما هو لو منع هنا تسجيل الولد، لا لا لا، ما هو الراجل خلاص فهم ان هو مش محتاج يستنى كتير، واحنا عندنا ما بنأجلش الخلفه. يعني هو لو متجوزها 13 14 سنه وحبلت وخلفت، ده يوم المنى خلاص هناخدها المركز وهنسجلها وهي عندها 15 سنه. لا هيسجل المولود، لكن مش هيسجل عقد الجواز. ازاي يعني؟ طب وهو ده يبقى ابوه ازاي؟ ابوه هو اقر بموجب عقد الجواز العرفي واقراره هيسجلوا له الطفل، لكن مش هيسجلوا له عقد الزواج. حاجات غريبه جدا يا متر والله، انما يعني